كان في لسان ابن مقلة الكاتب لصغة بالراء كلصغة واصل بن عطاء، وأراد أحدهم مرة أن يحرجه، فطلب منه أن يقرأ أمام أحد الأمراء الرقعة التالية: أمر أمير الأمراء بأن تحفر بئر على قارعة الطريق ليشرب منها الشارب والوارد، فكره أن يظهر ما في لفظه من عيب، فقرأ كما يلي: حكم حاكم الحكام بأن يجعل جب على حافة الوادي ليستقي منه الغادي والبادي.